حياكم الله متابعينا في مباراة أخرى من مباريات دور ال 16 من مسابقة يورو جول والتيمكس نفط عمان. خلينا نبدأ هذه المباراة بين المنتخب الدنماركي وأيضا منتخب إسبانيا في هذا الدور بالتحدي الأول في دور ال 16 وهو تحدي ركلات الترجيح بطريقتنا الخاصة. خلينا أول شيء نرحب فيكم شباب من المنتخب الدنماركي، كيف كانت مسابقتكم وأيضا تأهلكم لهذا الدور؟ بدينا بداية طيبة في دور المجموعات بالأسئلة والبلايستيشن، إن شاء الله نكمل للنهاية بإذن الله. كل التوفيق لكم. المنتخب الإسباني قدم مباريات جدا جميلة في دور المجموعات وتأهل لهذا الدور دور 16، وأيضا الفرصة أمامكم أنكم تتأهلون لدور 8. إن شاء الله اليوم نتوفق ونكسب التحدي وناويين إن شاء الله من المراكز الأربعة الأولى بإذن الله. كل التوفيق لكم، كل التوفيق أيضا للمنتخبين. خلونا نبدأ في من راح يبدأ في هذا التحدي. إيش تختارون كباتن؟ خنجر؟ إذا أنتوا 50 طبعا اللي تطلع لنا. نعم خلنا نشوف 50. إذا نروح مع المنتخب الإسباني. شباب بس تفضلون تكونون في هذه المنطقة. إذا نبدأ مع الركلة الأولى للمنتخب الإسباني، نركز فيها وهل راح يسجلها هدف. نروح للركلة الثانية، يلا يا كابتن. هدف. نروح للركلة الثالثة، 2 من 3 لحد الآن. إذا 3 من 3، برافو عليكم منتخب إسبانيا. نروح لمنتخب الدنمارك، هذه الركلة الأولى من المنتخب الدنماركي وهدف. نشوف الركلة الثانية، هدف أم لا؟ أيضا هدف. 3-2 لحد الآن، الركلة الثالثة والأخيرة قبل تحدي البلاي ستيشن بين الفريقين الدنماركي والمنتخب الإسباني. إذا في الهدف. إذا هذه النتيجة 3-3 بين المنتخبين في تحدي ركلات الترجيح. نروح لتحدي البلاي ستيشن بين المنتخب الدنماركي والمنتخب الإسباني في دور 16 من مسابقة يورو جول. إذن مشاهدينا هنا في البرنامج، برنامج يورو جول، وأيضا متابعين البرنامج ومتابعين دوري يورو جول، دوري أمم أوروبا هنا في الشبيبة والتيمكس نفط عمان، تبدأ مباراتنا الأخرى في دور 16 بين المنتخب الدنماركي ومنتخب إسبانيا في مسابقة يورو جول. هل هي هدف أم لا؟ هدف للمنتخب الدنماركي، برافو عليكم. إذا النتيجة في هذا هدف للمنتخب الدنماركي، صارت 2-0 في مجموع المرحلتين، تصير 5-3 وتفوق للمنتخب الدنماركي. بإمكان المنتخب الإسباني أن يرجع بالنتيجة. رعاة البرنامج التيمكس نفط عمان وويليان أيضا المنتخب الدنماركي برعاية تيمز أوف عمان ومنتخب إسبانيا برعاية كليوباترا. يبدأ الشوط الثاني بين الفريقين، عليكم أنكم تحافظون على النتيجة، تفوقكم يعني تأهلكم للدور الموالي وهو دور هدف. وتأكيد لكلام اللي كنت أقوله أن المنتخب الدنماركي هو الأقوى في هذه في هذه المرحلة، مرحلة تحدي بلاي ستيشن. أنا اللي شدني نبرة صوتك تغيرت العجمي. خلاص نهزمنا، طلعنا من البطولة، كان متأملين نوصل شوية بعد، لكن ما على خير بغير إن شاء الله المرات الجاية. المرات الجاية إن شاء الله. وإحنا نتشرف فيكم في كل وقت. ألف مبروك للمنتخب الدنماركي، خليكم في مكانكم كباتن. وأيضا نقول ألف مبروك للمنتخب الإسباني تأهلي لهذه المرحلة، ونراكم إن شاء الله
في مناسبات أخرى. عبد الرحمن، بس قبل لا تشيل المايك، إيش اللي صار عندك بالضبط في هذه المباراة؟ كانت أموركم جدا ممتازة في الدور الأول، دور المجموعات. أولا نبارك للمنتخب الدنماركي، يستاهل الفوز صراحة. شوية عنده مشكلة كانت في الإعدادات، لكن في النهاية هذا لعب الكورة. مشاركة جدا جميلة. نعم، جزاكم الله خير. فوز وخسارة، صحيح. مشاركة جدا جميلة من منتخب إسبانيا، يعطيكم العافية كباتن، شرفنا فيكم، وألف مبروك للمنتخب الدنماركي، نلقاكم إن شاء الله في دور الثمانية، يعطيكم العافية، شكرا لكم. إذا هذه المباراة بين المنتخب الدنماركي والمنتخب الإسباني، تفوق فيها المنتخب الدنماركي في دور 16، ونلتقي في مباريات أخرى في دور 16 مسابقة يورو جول والتيميكس نفطمان. حياكم الله.